أحياء مدمرة. طبعا رصد الواقع لهذه الأحياء نرصدها كواقع هجرة أهالي مدينة الرستان عن بيوتهم وأهلهم وقوت يومهم. لا يخلو بيت من هذه المدينة إلا وقد تم تدميره. إذا كان تدميرا فهناك شهداء، وإذا كان شهداء أيضا هناك جرحى. حال مدينة الرستن اتحاد أيضا المدن والمناطق السورية الثائرة تقصف بالميك، كما هذا المكان قد قصف بالميك، تقصف بالمدفعية قصف المدارس. كم تمنينا أن نرى أطفالنا يلعبون في ساحة هذه المدرسة، ولكن قوات النظام قد حرمت العلم علينا بقصفها لهذه المناطق. مباني سكنية كما نرى محاذية لمدرسة من مدارس مدينة الرستان، استهداف البنية التحتية والمدارس، طبعا هذه المدرسة كانت تعج فيها الحياة الآن مدمرة. هذا هو مدخل وباب مدرسة مدينة الرستان، طبعا هذا بسبب قصف طيران الميل. الدخول من هذا الباب إلى هذه الساحة، ساحة المدرسة، هي العلم والمعرفة، يحاول قتل العلم والمعرفة فينا. البيئة الأفضل تبدأ بك، وكيف وقد قام النظام بقتل كل شيء حي وتلويث حتى المياه الشرب وقصف الأشجار. ها هو علم أولادنا وأطفالنا قد تم حرقه وتدميره. كتب مدرسية الأرض، هذه الأبجدية الأولى في العالم، الأبجدية الفينيقية. سوريا أرض الحضارات ومهد الحضارات، كما نرى يقوم نظام بشار أسد بقصف كل شيء. هذا هو حال مدينة الرستان. تقييم الوضع الإنساني الصعب
من أحيائها المهجورة الخالية من السكان النازحين الذين تركوا بيوتهم وهاجروا إلى الأرياف والدول المحيطة في مدينة في سوريا. مدينة الرستم مدينة منكوبة محاصرة. هذا الحي أيضا خالي من السكان. كما نرى هذا المنزل بإمكاننا السير 3 ساعات في هذه الأحياء دون أن نرى إلا من اضطر للبقاء كشهادة هذا المسن العجوز الذي لم يغادر بيته منذ اللحظات الأولى لقصف مدينة الرستان منذ أكثر من سنة ونيف. هذا البيت بالكامل مهجورة. هذا فرع من حي طبعا. تدمير كل شيء وكل ما هو جميل. طبعا هذا البناء من اللبن يعبر عن قدم وحضارة مدينة الرستان.